وبدأ ينشر ثمراته، وبدأوا الناس يذوقون منه الذوق الطيب، ويرون منه الرؤية الطيبة اللي تعطيهم أمل. ومضت سنة بعد سنة، وكل ما جت سنة إلى أن عيشتهم أحسن، سكناهم أحسن، تعايشهم في المعيشة أحسن، سمعتهم في الخارج سمعوها بذنيهم أنها تحسن، وراوا إلى بلدهم وأرضهم فرأوا فيها ما يسر الخاطر وما يدر على صاحبه بالخير. فإن تكلموا مع قادتهم سمعوا الكلام اللي يوعدهم بأحسن عن ما يرون أفضل، وإذا حال الحول وجدوا الوعد أنه صحيح. هذا هو اللي قوى الاتحاد وقوى. كثير من الناس يقولوا يا زايد أنت تصرف أكثر من اللي يدخل عليك، ليش؟ قلت لهم أنا عندي يقين الخالق عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يلوم القادر اللي يعمل ويعذر اللي ما هو قادر. أنا أرى نفسي قادر، لو ما عندي شيء أرى نفسي أن أمامي الخير، أمامي شيء، وملي إن شاء الله في الله قدر.